كيفك جدو؟ مرحبا جدو. عليك جدو عليك. شو نتيجة التحليل؟ سليم الحمد لله، بس لازم ينحط تحت المراقبة 48 ساعة، والتخطيط كمان سليم. عود جدو عود، عود ارتاح شوي، وأنت كمان رامي فوت. مالي حاس حالي تعبان. يا علي إن شاء الله، صليت من امبارح ما نمت أنت ورامي. مو مهم خالته، المهم عمو أبو مازن يقوم بالسلامة. أستاذ مازن، في لك تليفون من رئيس غرفة التجارة. ماشي. قد ايش شفت مرضى بحياتي، ما شفت حدا محبوب مثل مالك بيك الجربار. الله يقومه بالسلامة. ميرسي، هذا من لطفك. عن إذنكم، ما بدي أترك مازن بيك لحاله. السلام عليكم. أهلين عادي. أهلين عادل، طمني. لا الحمد لله ماشي الحال، من حسن الحظن أبو مازن طلع عنده امتياز مسجل بوزارة التموين. صحيح، نسيت قلك، مدير مكتبه لوزير التموين اتصل مشان يطمن على أبو مازن. كمل كمل يا عادل. سيد ساعاتي كان على وشك إنه يسجل حماية ملكية، بس أنا وقفت له المعاملة كلها، ومو بس هيك، أقمت عليه دعوة، طلبته بالعطل والضرر، وهلا التحقيق جاري بشأنه، بهيئة المواصفات والمقاييس. وشو بيطلع منها هي؟ شو بيطلع منها؟ رح يصادروا كل البضاعة تبعه من السوق، ورح نجبره يغير التصاميم، والأهم من ذلك إنه يغير اسم الماركة، لأنه ماركة السعادة قريبة كتير من الساعاتي، فلذلك هون في تشابه بالأسماء. معناها القصة مقصودة يعني. أنا هيك قلت له لأبو مازن. على كل الفضل إلك يا أبو رامي. لو ما تصرفت بسرعة وكشفت الموضوع كنا تلبكنا أكثر من هيك، وكانت القصة أخذت وقت، وكان هذا الشيء خلى الساعات يتمدمد أكثر بالسوق. فعلاً، برافو عليك يا نجيب. بحياتنا ما رح ننسى لك هالمعروف. طول عمره نجيب ملهوف وغيران على مصلحة العائلة. إيه والله، صار نجيب على سلامته. والله كلكم ما قصرتوا. كتر خيركم. ولو يا فتون، احنا صدقنا ولو مره واحده بس نرد لك كل شيء حلو عملتيه معنا. طول عمره صهري مالك مغرقنا بفضايله. ايه والله. ايه ابو مازن ما في منه اثنين. بعدين هذا واجبنا يا جماعه. طبعا ماما، مو نحن عيله واحده؟ ايه طبعا. اكيد عيله واحده. الحمد لله. الله يقومه بالسلامه لابو مازن. الله يسلمك.